السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعدتي إذا شرفت قيمة غياب السود هذا ومسكين كي مسكين عاوي أذوق برتين برمشتي له مل والبدوية على ذيك جوتين سود هذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وركي ودم بي أيام إلا وذاقية حقية أيو مريا غور يا عبد العزيز لفت قرين هشي سيدي يكد أحوذ الرئيس الوزار روبلا إيه مدحويني محمد عبد الله فرماجه الله حفظه وركي ودم بي أيام نهاية يا واي عبد الوهاب وحني رويبك أفضبطي عبد الوهاب وحا أفضبط حكت أنا هلي إذا مدى سردونك إيه كينيا واربحين نيروبي مانتور أنا قد كتلاف وجري واربحين أيام يعني كاية باورك الوغاضي إيه واحدا يا كدن بيئين عبد الوهاب لحيو أيضا واربحين أيام إلا وذاقية سؤال هذا ملو اللي بقى جبتين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا إسكيرك بسرعة وعيني سوقلا معايا لإنا إنقن إيه oo dadka leena marhababinayo oo been leeni shigeey waa ogahay wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu taageerayaasheeda sharafta dunida dacaladeeda meel walba ka joogti waxaan soo dhawaada allah inii sharafo wa walaalkiin wa maskiinki maskiin caawi aad uga barateen barnaamij shatiile oo ku xiisa galiyay mar walba aad ugu xirnaad xaaladaha ugu dambeeyay dalka ayaan in la wadaagayo soo dhawaada allah inii sharafo meel walba joogti inuu waxaan leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullaahi تعالى وبركاته. عبد الوهاب نيروبي يا كأفضلت يا سكدم بيجي إن نيروبي أو كأفضل لا كأفضلت عبد الوهاب لما قرال أو قري أي الدنيا أو دنقل الجليس عبد الوهاب لما قرال أو قري أو منه كل شيء جاي نارتي قرانك كريمك أو مريض الوزارة رابلة برلمان كرتيسة إيوه إن رابلة أو لكل ماي رئيس الوزراء إنغريزكا مركو أوتيجي وطا أيضاً أوربحين كدياري لبداس أيا عبد الوهاب لا أفضبطي عبد الوهاب وربحين يعني كذا هي باورك لوغ هذه إيوه إذا أفضبطي أنت قف إياها هي سياسيين أقون يهنو دلني يرو دولة تاجر سنة أيا إلا ساكي إلا مانت بعد جوبي عبد الوهاب أو أها قراء كتخصصي أما كهل جيسك أفريقيا سياسي ديدا بي بي سي دنا وليسي بانسي عبد الوهاب ما أنت أيها لغا أفضل تلح برطمها مغالدة نيروبي عبد الوهاب وحوان السوين أتاقرة دولة دا صومالي إيه دلك صومالي وحوك هل الجريدة كرقادية دولة دا صومالي عبد الوهاب وحالو أفضل تلح برطمها مغالدة نيروبي وحا قوضي سردونك كين واربحين إلا أفضل إن لك كان إن لوضو وربحين أيان كجاي أنت أنا عبد الوهاب وجزي وحرب أنا حمر إني جاي هدي إلى هنا رئيس الوزراء روبل أو أقبلي أصغير رئيس الوزراء مدحوني ياش الله بدل ما هم قبلي أوسو جيرين أها إنه كل نقضه بشير قاب ينك كلا وزير كأمنية حرس خلنا كم ذا سود جيب سود المليون الله بدل إنه كل نقضه وأقبلي إن مدحونا للي شيء شيء وأقبلي وحين التاس كتيم مركي رابل أوه جر رابل وح يسدها يي رابل إنه معارض كي وحكت ضن توح كوي إن سراكيش أيضا كأي وح كوي شر شلي كده عم قال هذا مقدس أي فدين تليها بوليس تليها سلوب تليها أيضا كحوق ضن كصومالي تليها بوليس قبل كبنادر قدام يكون أيضا كأمن جز سياسة قبل كبنادر عليها أو فدين نينك نص بده قبل كبنادر الله ما جعابي ياسين فريد شر الباب ذو حريه أو لو تاجري مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية أيها الرئيس الوزراء مقدقي رجدي أولها وضل كان كلها يعدي كوخ القائلنس انتبا رئيس الوزراء وحوا يعيدا مو الدوين كوحرا وحوا يعيدا متاقرا وحوا يعيدا تقرب كسي انتبا وحيقو أنكو قارين سراكيش قلب كسيدا أوردن إنه تاقرا دولة الصومالية وقامنه مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية مدحوين محمد عبد الله فرماج الله حفظه ووانتي حالي إلا وريت كسرهم بدح تويذا أو إلا وذاقي أيها حق وحي إسيان نغور غور إيه لفت قرين إيه قدوميها قبل كبنادر إيه قدومي كوئيان كوات دل كبارلمان كصوماليا مودي الشر لأيشان رئيس الوزارة دل شركاسي وحي كوهر مرين رئيس الوزارة وحي قوة طبانا يا أيها دقيستين مدحوينها أيها اللوتري وحي دمانتو اسكور راعين إن كيس كلا السياسة دينا مدحوين قور قور وحوش شاقي ورئيس الوزراء وحوش شاقي
inay qalad ku tahay inuu kiiska siyaasadeed warbixintii hay'adda nabad sugidan laga warsugo. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geed wuxuu sheegay in ra'iisul wasaaraha wada qaldan ku socdo maanta waraysi u bixiyay isagoo la hadlay fiyo eeda. Marka ra'iisul wasaaraha waxa wuxuu waayey garabsi oo ciidan hadii ahaan lahay saraakiil ahaan lahay, saraakiisha ciidanka u sareysay oo dhan maca booliiskii maca asluubtii maca nabad sugidii maca taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Farxan Qaroole maca Cali Yare intaba waxay taageereen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Midaas ayaa keentay wararkan helay inuu raadiyo 30 milyan, inuu badbaado qaran u doonto, inuu raggii badbaado qaran saraakiishooda qaar ka mid ah inuu rabo inuu xilalka siiyo ra'iisul wasaaraha. Maxaa yeelay Roble wuxuu ku fashilmay in magaaladan uu qalqal geliyo, sida uu rabana waxay ahayd in magaaladan isku dhacyo ciidan iyo uu Roble warkiisa waa cadaystay, laakiin shartiisa alla naga xijaaba. Roble warkiisa waa cadaystay, shartiisa alla naga xijaaba leenana ra'iisul wasaare Robles dadku siday moodayeen ma aheyn, waa nin salaada. Waxaa la keenay ninkan inuu ahaa damma jidid qarsoon, wuxuu ahaa damma jidid qarsoon ninkan. Laakiin Ilaahay waxaan ugu baryaynaa waa waanta madaxweynahayga aniga, ani madaxweynahaygii qoorqoor iyo galmudug iyo madaxweynahaygii kale labada waa laba madaxweyne aniga, maxaa yeelay waa taageeraa Koonfur Galbeed iyo Galmudug labadii madaxweynaha way joogaan. Warkii ugu dambeeyey madaxweynaha markii u tageen xalay warbixinta in la hayo ayaan ii sheegayaa fiidogooda sheergaray qof walbana muuqaalka la wadaag dadka. Ani waxaan u soo galay waaher gibsanay wallaahi wabillaahi talaahi, maanta gurigan joogay salaadii jimcada aaday, waa soo noqday gurigan ku soo noqday. Waxay ila noqon weysay in aan warbixin inay siin waayo warkeyga si fiican u dhigiso, warkeyga si fiican u dhigiso. Waxaan rabaa qof walba oo i daawanaya, qof walba oo i fiirsanaya, inaan xogta saxda in la wadaago. Ra'iisul wasaaraha waa waay wax ciidan oo ku shaqaysta waa waay, intaas ceeb ugu filan, in saraakiishii dowladdu ay taageereen madaxweynihii marka inuu badbaado qaran wax ka raadiyo waxay noqotay inuu dalka qalqal ka gali. Ninkan warkiisa waa cadaystay, Roblana waa damma jidiid, qof walbana waa ogaatay, horena waa u ahaa ninkan dadku waa ka qarsoonaa, laakiin sawiradiisii ayaa la helay ninkan inuu weligiis damma jidiid ahaa. Marka waxaan leenahay ana waxa agteena sharaf kale madaxweynayaashii baalkii ishee Galmudug iyo Hirshabeen oo madaxweynaha markay u tageen ba yaabeenba, madaxweynaha markay u tageen wuxuu yiri farmaajo nin aqoon iyo cilmi cid ku gaarta male, madaxweyne farmaajo cid aqoon iyo cilmi ku gaarta habeeraatee ma jirto. Intaas ogaada markay u tageen waa waan u tageen wuxuu yiri war aniga waxa ii keentiin aan qaadanaa, aniga waxaad ii keentiin ayaan qaadanaya. Ra'iisul wasaareena waxaan heshiisii gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka heshiisii, ra'iisul wasaareyga waa ka aqbalay xilka qaadistii isagoo igala tashan Fahad Yaasiin uu sameeyey, waan ka aqbalay. Fahad Yaasiin hay'adii nabad sugidda waa ka wareejiyey, isagana waxaan u sheegay inuusan magacaabis lahayn, anaana magacaabis la waa u sheegay. Intaas ku qaldanahay may markii ay u tageen madaxweynaha labadooda wayba yaabeenba labada madaxweyne markay u tageen madaxweynihii, ninkan ismahaysan nuyo, ninkan isaga qalqal gelinaya dad ujeedo siyaasadeed leh, firi injineer yariisa waalidi cid bini aadan oo kiiskiisa siyaasadeesay ama kicisay afgaal iyo balaayo dhan ma jirto. Waxaa la dilay allah u naxariistee dhulwarkeyga si fiican dhigiis, allah u naxariistee saraakiil militariya la dilay wadada intii loo galay la laayay, cid kiiskooda siyaasadeed ma jirto. Waxaa la dilay xildhibaan ayaa la dilay, waxaa la dilay gudoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda waa gudoomiye ku-xigeenkii amniga gobolka Banaadir, ku-xigeenka amniga gobolka Banaadir ayaa qarax loo dhigay wadada Al-Mukarram. Warkeyga si fiican u dhigiso, allah u naxariisto. Waxaa la dilay aniga walaalkay gudoomiyahaygii degmada Hodan in adeerkay Fitax Dhagajuun ayaa la dilay. Wax siyaasadee ma leh dowladda kiiskeeda baartay, intii dambi lagu laayay waa la sii daayay. Bal warkeyga si fiican u dhigiso, warkeyga si fiican u dhigiso, waa gudoomiye, waa mas-uul. Wax qalqala uu dalka u galay haba yaraatee ma jirto. Bal warkeyga si fiican dhegays, homogan u qaad gudoomiyaha waxa uu sheegayo ma sax maamis waa bendi, homog u qaad. Aniga inaan ku qanciyo aan u soo galay inaan aniga qof caayo iyo qof inaan aflagaadeeyo oo Roble caayo leef uma soo gelnaayo. Laakiin siyaasadda dalka, cidda dalka xukunta ama cidda saxda ku socota, aniga ra'iisul wasaare Roble waa walaalkay, waa ra'iisul wasaarihii.
مدحوينا جمهورية فرنال كنت روا مدحويني وآبية دلك لبدو هديس خبطان وحن حق الله ما دام الشوشل ميديا كجو إنا إراد هبل هسحن هبل الوقلدين رئيس الوزارين الوقلدين يهي وحي القارسين على القارسي الشغو حسو كلها اللوك تلقالي حي القادس وليم مع القيدي أو يوا قوم بدل من مدحويني وراي صومالي قاسر أو يوا قوم بدل من السياسيين تي يحي اللي بعنات دلك أو قوم بدل أيا كهالي بي بي سي ده فيو إذا ميلا الوشي المال تصطور كدنك وحقرية مقعابس إلي حلق قادسي ومدعوينها ليه رئيس الوزارة هنقوية حلق قارسين وقلبين أرص أرص فيري رئيس الوزارة شغلكم على المير لا ورقيني زي ما عدوك إيش ودلك سكرة وحلو فانسي رئيس الوزارة المير شغلكم على قمدوا ولايد إلي أبيه ذا أسكال ورقيني زي ما عدوك إيش قمدوا ولايد إلي أبيه ذا أسكال رئيس الوزارة قلبون دور شوين كان قلبيني سيد دلكو دور شو قناع شقكو ماله باش عدي ترى أنا قبلنا أن ولادي إسكالي الدين وحوك ما تغني أنا قبلنا أن دريس كلا هدي ولادي دي والد كذي مغين حتى شقكو ملي مكوس دين تي ما بنين رور كي يجي في عون دقيس رئيس الوزراء الجارسيون لكن وحلينا رئيس الوزراء الشيس يطلع الغوة الخاضر هكون مر مرسيون قبرت لمطي بليانيس أياد لمطي ومسؤولين عد بني آدم على رئيس الوزراء رئيس في عندوش عد بني آدم وحش كوي دي سما وح المنا لدلي عد الشلمية خان ضد واحد إن وح حلنا اللي قتوك تقبل راس حلنا اللي قتوك دولة دم باري حلنا اللي قتوك تلام كيني عدم من اللي كيني نور بقى سكراف إنجيلي ريس هو لدلي عد نو كنت عدم ما سب من ذوق حق أصفر لي يوسير كيس أمني جزيرة فريان محاو سلاو يسقي بالور كي يصير في عندوش بالوركي سيف عون قيس وركان قاتسي جارسي رابل جارسي إلى عد كلام ماها عبد الرحمن عبد الشكور إيو قبر أمد دلانيني عبد الرحمن عبد الشكور إنجنيير يري سميت كيسو كهال لها سركيش وضد الله قرأ قرح لقوا بابي أيو كهال لها إن المنو كهال لها بالوركي سيف عون قيس بالوركي سيف عون قيس كواس دود له وحان وابن مد كلامه ضدك وحصل له مريان إن كيس كامبا أي مسؤولين معارضة أي دوا كليين فروركي يصير في عون لقيس أو مسؤولين معارضة أي دلك غيب كييم إلا قريال رو كيس كمان قبل الشيء ليه هذا فادي أصي ما هو إلا بعرف اللي دي ديني فروركي يصير في عون لقيس بروجا وحاك داعي بعرف أنا إلا وده قبر أي جول وده حدل قبر أي جول وده حدل أبيد هو ذو أم خناه قبر دي أنت جول اللي وده حدل أي دكسير قلي دكسير اللي حقلي ولا واي ولا بافي ميرول بالواي قبلني ميت كيدي قرقة لقيها لانتو صعر هيدا أمني حافظي يعطان ضدك من الصعرون كلي وحالة باري قرقة وقتك عيتم اسكولك وقتك كتكتي ساعدي قرقة تكتي قرقة يا جو انت يا باري قبلني وحاكو صباحي قبر ايويل اي ابتي اما يحبرني ايوين اي دلين وركي يسيف عامده يسو لما صاحرين حافظ دكتي دكان لما صاحرين بالور كي يصير في عوني حافظ كيس كشقق مني كيس كان ماشوك كده عي يلا باريا قبل الآن فهد ياسين وحير كيس كده ولا كيني الله 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 ضدك ساس وعريا مركي كيس كله كينو أيام أركي دانا وحي كي مادة وابنه هبل لو سعرنا يجي هبل وحن وكيس لو طلع جلي أو رسول وسعرها لشعري إنك عيدك وركي يصير في عوني كيس بالور كي يصير في عوني كيس كيس كان واحد لو دي دنيا ورئيس الوزراء ودي دنيا ما عبد الرحمن عبد الشكور إيه ما هالسلادي القيلين أيام قال لي هاي ومدحويني هراء الصومالي وكان لحسن الشيخ محمود الله أكبر أي ورئيس المسؤول كي أمنية ضلك أها وانت إلا هذا الشعب كي أنا واحد دين مهم إسماعيل أنا أبراهيم بالشيء عدين يريس وخاب كل لودل مهم إن المقابل لودل مهم وركي سيف عون رئيس وركي سيف عون رئيس قبلنا عن كيس كده محل لودي دنيا إني هيدا نبسوه ده أي كأنتو مدحوينا هنا وسكو يارو هيدي أمني وعدي ملا كأن أرض محل لودي دنيا أرتمرت الله فيها كجيرت تمرت الله فيها كجيرت أوجادة كيس كان ده وينو لغة أقول إيدي دين لكن وحلينا ما غري كرتين ما غري كرتين فهد ياسين محكمة لو قد بي فهد ياسين واحد قدر قبلني أدر كده إيه ولا لذت كل واهرة فيري مذا أنت العيل سيا وحلي أنا هذا لو واحد ترى مدعوين فرماجي ديهم بحنا مدعوين فرماجي ما قبل الدليل ضدكوا إني حنوسين أرتسي أسكو قاد ضدكوا إني حنوسين سيد أسكو قاد أدور يرسل أو واحد مش أقول هذا فير ضرر ذو حالي ديقلي مريبلي
أي رئيس الوزراء تاجر ورجبنا الدنيا من رفلمه وروسيا صد النوع عن الدار أرتو كوريري ورأضي أشل شيء حكي عليه قبرنا أنا هبرت إن إلائما ورب محاين ور ورديك كلام حقول وحنا نبهاشي بكل سياسة أي كلية لكن والله صوب النجية والله والله صوب النجية وبالله والله صوب النجية كان كيريس ومن غني إنك قاع ما أفكا سارنا إنك قاع ما أفكا سارنا مركي أيضا مسجود صوب النجية أفكا قعدت على سار إيك وأوعي وعي لي إلهي وأوعي والله وأوعي وبالله وأوعي وطلله وأوعي وعي لي وبينه هبل الله ساري هبل الله شيء هبل سانها هبل الدولة دنيرتها فرماجو كسورجين إلي إتكلم ميسان سبوتو عدي كيسو لايين فهد ياسينا محكمة لغو عي كلان الجيس محكمة لغو عي وحا اي اخرين ايان وضد رابا اني دنبي اسكاقريان وركي يسيف عام دقيس محور رئيس الوسارة وعرية وبدو دملي ماسو واللغط ان لو كيني والوركي هدو دعادية وحديرة انا ميدي صوفرست فهد ياسينو انا وحلا النهر أنا قدرت كم حاولوا شيء كيس كنا إيكل فادي أصير على قرب عينه هذلو يرى أنا كيس كمان هبل أكون كنا شكله وارد مات ميديا أنا جوزة الحيل هل كان ميديا قدرت كم رقته وهذا ليه لنا سعدو الشرطة ديار أنا عني فادي أصير كيس كنا إياه لكن إلا إذا فادي أصير حيل كواك قاضي هبل المجابي بابا جاب بابا بوه بابا وحيري وكيس إسكو قرص يرق كم إني درس يا صديق كله هذا الدل كان عدغل غل جنجريكت روبلا أنا قلق الجريكين أنا كل شيء والله عبد الرحمن عبد شكور أدرك أنا قلق الجريكين هذا عيد بني آدم وحبضة كعب صانس أو عيد وقعب صانس أنجليني كوبكين صاقات اللامي سو استعيني يعني نيد الدور هذا إذا حبضة كعب صانس صدنا صار ده أنا كوسوي لك هذا لي حبض قرا يدل يكوس ده أنا كوسوي لك هذا وحنقول ده قال ما يو علمي إني نعرف يعني هذا عبد الرحمن عبد شكور واحد السوداء ما صلاة إيش شريف يعني شيخه بل واحد الستين سوداء كتاجر الرئيس الوزاري مقالة غلق القليل عيد بني آدم أو إنك فتح حبط مجد السنك إلهي ماشا كجشان قلنا مسلم هذا الله يقصر برتا كجشان قلنا هدا إسلاه ذاي حبط بالله عر البرك حتى كان بيحك هابرور جيس بعون جيس وأخذ لي برتا أخذ لي الله هذا هدا إسلاه ذاي حبط بالله الماء هذا نخش كوش قيس هذا ردتكو ويديدين ردتكو ويديدين وين أوجي كيس كان إنك أخلوق له واحد دي دنتين وقيل نسي وإنك هذا دروش شيء زين كيس كسبه لأن قبرة قد دا نسي أذكرك الله ده شيء أذكرك أبي الله شغله أذكر قبرة دي جد أنا رأي سنة أنا بدور رأي سنة هذا أنا خوقنا ما كصبر هي هذي كلا قبرة دي أنا دي وقالن ما حينك قصي نكتان أفكوين لو إشك بعد كوسي نص أو فرماجي صار سوود عذر أذكر أنا كم درسنا أذكر أنا كم درسنا أنا كم درسنا بالورك هي يصير في عمره يصير أذر دل كان عيد بني آدم أو غلق الجريكر تمجد سيدي عبري إسكت سو عيتم براه بشر إسكت سو عيتم أذر مقدش أذر وحقيقة هذا كتئمو أنا جو مقدش أذر أنا جو وأخو بنام بحية وحرمان كسميني هبرت هاي أذى قنومي ما كتير إسكت غيري وبلان كغير غيري أو كغير غيري براه بشر هذا روش شيء حمر إمو كهال غيري حمر إمو كهال غيري ألف كده حق السيدي ذكر هذا خبرتها خوسي والله ما لنا عضو لف كجر أفكح بدل جاقلنا إسنك إله لكن غربها أنت أسكت جبت دتك بين الشيء فرماج على وير رياي فرماج ولا الدلائي فرماج حبض على وجود فناي أفكح كوهيني هذا الحمر يمانك تكال فرماج قلت يا حبض كروف شلي فرماج واحد أنت حبض على وجود رفتي بابا بري إلهي أدر فرماج على كهرني ماني فرماج وقت يلي فرماج وقت يلي أدر وكاس مع علم هذه وكهرني هذا فرماج هذا النفط أمهز إلهه أديب إتك هوري سايك أنا ما لواكم فرماج أتك هذا أتكرت هدا المجال هذا فاضك سمعي كرتنا إمو يا كديدة عدة عليك حبض عاد كريد كرت أو حبض كعرس ياو إلههم كنارت والوينا إلههم كنارت ولا ينيد ترى إلههم كنارت ما لك بحدين والوينا ما لك بحدين إسن كله شباب الصدر لين كوم أحبض لين كوجلا مد أنت إيه مد نشر وقبت لين كديها هلا بنت ما اسكت ديسي ماشي قرقر يا حرام على تشوبتي ما دا يلم كرتينا ما بنت اسكت ديسي اني كان مساكين كاسود كي منا هوالنا كداي مساكين كان بنت ادو شي ديسي هبل مقعاوي هبل مقعاوي حق وش غيني وسير وسير مقعاوي حق الورك انا موري انا ما يتوني ما دمتي مساكين كان مدح تويد اسكت جو هوال انا انت اسيني شي مقال انا ادر فرماجا كتلي وانا كتلين دونا انت اسكت بشارس فرماجي وحلم الله يا قاضي كرو مدعويني دلك أسرى وأسرى تريان عيدا كسيد وأسرى
أمر كيسا صعوني هذا السري فرماجي واتنازلة واتنازلة والله اسكو تنازلة وريني زي ما أقول لك فرماجي كود واتنازلة فرماجي كود فرماجي كود واتنازلة بعيد بني آدم أو حقيقة هذه كرتابة لا تمجي فرماجي ماشان بريكو مجو ماشان ودقية بريكو مدقية ني والله إلى الكوفي عص أيها كسورس أو إلى أن كل دارته توبرك وجود ما يقبل أيكو حبض الساس يقولي ذي يكون إيمانه الباب هو إيمانه الباب كي يقصص يقولي ذي برجع يشوف عون لقيس وعن ربع هذا إني شغل مرك وأوجد نيروبي قال لي هذا نيروبي مغربا نايا نيروبي أوجد بعدو إلى غير هذا عبد الوهاب يعني كذا ورم عبد الوهاب وعاحر الدني يا أحمد أبي والله أو بالله أطلع هنا بالنشين حبت أنا هلا يا وحش لقيس إن دني يا معها أحمد أبي دعوتك أوجد بين ومن كين لو أوجد بي أو ليرني كان مراقب قري أو هذا نص مالي أنك قري أو إنجليز كقري أو بيش عالم كقدرية ما نيجا بتين برجع يشوف عن رجيس نكان ما نقول بفيو هذا يبي يصير كهذا نكان ما نيجا بتين سلاسة عبد الوهاب لوري صار نحبر تماه نيرو مري باور خفلن أو كوع إذا ما ذكين يا لو قاري أفرنين أو بسكولو تلس عتي أفر تبكياتي هاي سد على والله هنا بيني شيء حقت أنا هاي سردون كين يدك ورد من مركي مش اللي جوده وهي أركين قارية سردون كين وركين يسيف عن رجيس هلا هذا لا يفكوا جرا ولا وركين يسيف عن رجيس ما وركين سيف عون رئيس نكاسي أحمد أبي يدني أحد أحمد أبي يدني أو يوجد بين مدحونا كين يدعوت يري نكان أو نوارب أفر إيه لو أتك ساعة وراقد إنجليز وراقد إنجليز وصار صوت الضليع بيش عالم كودريا تو انترضوا ليه يا بي بي سي ذوك هاليا في ذوك هاليا نكان أنا لك قبض لما بمقال رئيس الوزراء روب لك كغوري بليانس بليانس غفا في رسالة وانين اقول يانا وانين افريكا سياسة دا افريكا كفا الله باشا ماشا لغسو مليقاي اوب وحا الله حيرانا وحا حيري احمدو بي يدني وحانا حيري سردون كيني والله انا نبيني شي هذا راني بحن مشاو حوكتا اللي صدري اي حوكتا اللي لو داقي وداد سياسيين ايشاقين باوركا نكاسي لوكحي وباوركا كيني ماها داد صوماليات ماها باوركا سردون كيني داركا عدكا اياو دي افر نينا نسعد وركي يسيف عن رجيس نحبر تماه إسليان لجودي وركي قال لودي وحدي دونتين سلاس سلاس أوكي كجودب وعارنا مقال هذا مقدش هيدا أنا بس جودي سردون كقرن الصومالي أو كعشان يعيد بوليسك بوليسك وحلو جود بهذا حبر خديجة لو جود بي نكاس وحوش شيء إن اللي يري جزيرة جزيرة هوتيل جي هو كاس جزيرة باور كاس جي لعكتي واحد نوال وسينا أسكت قاري عسي وحق عندك وهاي تليف رحانا عندك وهاي وحنا الله وترجع المجال هذا إن قلق الأوجلي لكن أوجال أيضا كنا يبوليس كنا هاي الدين أنا بسويه السرطان كغرق الصومالي هاي ده أمني كقبل كبنادي أنت ما أذو في جين هاي المجال هذا قرحي الله شغل قار كمذا والله غبتي شباب عندها الورقة باور كان هو كان والله غبت مركي يسيف عن رئيس باور كان إنك لصو دروحي الجزيرة جي اللي يري أنا حب تاسعين هيا جسيرة قارياس اللوذي نمك معارض كان اللوذي إن مجال هذا قلق اللوجلي وقرية وذا بعدي وذا ركتنا وملينا وذا ركتنا وملينا قرية وذا بعدي وحصاب النية تليها بوليسك الجبر كبنان فرحان قرر حصاب النية مركي تليسك بوليسك أي ما أنت قاعد تقول ليه وركي يصير في عمليس مجال هذا عدو بدن عليه ذكر الصومالي وجاد ماشى واحد الله صعد فرماج ما والله فرماج اللوسون وبالله فرماج اللوسون والله صاد مخيبه على التانيه الله يعلم إن فرماج اللوسون قنتي ذو دل كان وحال ربع إن الله ضعه دل كان إن الله بابه دولان اللوسو قاضي كينيا دولان كوسو قاضي إمارات دولان كوسو قاضي قال هذا حالنا جوكت أي سياسة استعمالس ما فهم قرش الله بحينيا دل كان دولان أي اللوسو قاضي ومدة الصومالية ومجد قبيل يبن أي مرحليني قلنا يترفوا حكجي وركي يسيف عن رئيس قرشها دل كان صعدنا وسلسلة ذو ويدير تاي سلسلة ذو ويدير تاي ميلح عن حم
oo hadii sirdoonkeen ay ogaadaan soo bandhigaan oo qofalba afka gacanta saaray uu iska cararay uu leeyahy soomaaliya waaba ka tegaa. Dad mas-uuliyiina oo waaweyn oo xilo la haya iyo kuwa xilo soo qabtay ayaa dalkan qarash iyo ku qaadanaya si magaaladan xabada u dhicay. Mar warkayga si fiican u dhegeysa, magaaladan duulaanaa lagu yahay, dowladda soomaaliya duulaan lagu yahay, farmaajo cid u socoto male, farmaajo sidii isagii wasiirkiisa amniga jasiirada ged warkayga si fiican oo mucaarad oo maalin wal media kasoo hadlay qoraalada soo qoriy farmaajana beriyo kale iska bixi kara ama mareykan iska aada ama wadamadan kale iska degaya durab. Waxa loo socdo waa hantideennii iyo baddeennii iyo caruurteennii shacabka soomaaliyeed oo wax weer lagu soo qaada. Siyaasaddan socotana ayaa laydin ku waramaybin, meeshan gabar ma taalo? War meeqaan walaaladeena la dilay? Meeqaa niman saraakiilo anay adeeradaya oo ciidanka dowladda ka shaqeeya oo saleebaana oo la dilay? Warkayga si fiican udhegeys, oo dowladda loo gudbiyey oo ilaa hadda aan meelna waxba lagu soo saaray. Adeer waxaan gabar maaha, yaa laydin qaldi? Gabadhaas hadday nooshaayna waa la helaa, hadday dhimatana Allah u naxariisto. Bal warkayga si fiican udhegeys, waxaan waa siyaasad soomaaliya ogaada. Yaa laydin marhabaabin, dalkan waa la afgembinaa, dalkan duulaana lagu yahay, cadow waa ku soo socda, lacagaa lagu bixiyey, hubaa lagu bixiyey, waxaa looga qaaday taliyihii nabasugida ee boorka ma taqaaniin? Waxa kolona jiis xilka looga qaaday ma taqaaniin? Waxaan waa silsilada ra-iisul wasaaraha loo gudbiyey, Fahad Yaasiin iyo kolona jiis iyo taliyihii nabasugida iyo Farxaan Qadool, waxa dhan ka taqalusaaliyey, saddexda wallahi inaan been sheegay. Fahad Yaasiin hadii la dilo oo Farxaan la dilo, dalkan waa la qaatay. Anigu weydii, wallahi inaan been sheegay, anigu weydii. Qof walba waxaa la rabaa inuu fahmo, meeshaan waa duulaan lagu soo qaaday, eelaboorkaa rabaa lacag in lagala soo dego, eelaboorkaa la rabaa nin la maamulanaya in la keensado, eelaboorkaa la rabaa in lacagtii Kenya Imaaraadka la keeno, hub laga soo dejiyo. Soomaaliya ogaada indhihiina fura. Waxaan yaalayna qaldin, taliye hebel aan necebahay, taliye hebel dadaa ka dacwooday waa been. Ninka waa laga dacwoon karaa, yaa ka dacwooday? Mucaaraday ahaayeen, aniga eelaboorka waa ka dhoofa, waana ka soo degaa. Weli anoo dacwoonaya ma aragtay, weli anoo lagu dhigan yahay ma aragtay, weli anoo migrationka ka qaylinaya ma aragtay, may. Waxaa loogu degan yahay tuug, dalka raba inuu dhaco iyo mid raba inuu lacag soo geliyo ee la baaro, ee dhahay anig lema baari karo, bursayda baari. Waayo wax fidnada wa ra-iisul wasaarehiina waa aqbalay. Aniga runaa inii sheega, meeshan waa been. Soomaaliya dagaal kama jiro. Soomaaliya dagaal ciidan dowladda intay dagaal qaadan ciidan kale dowladda ma weerari karo. Maxkamadda ciidamada qalabka sidaa sharci ka taagan yahay, saraakiisha hogaaminaysa iyo cidooga beriya aaba leedahay, Brit ayay aaba leedahay, walaa ra-iisul wasaare Roble, wallaahi oo billaahi oo tallaahi beriya aaba leedahay inaan bay kuu sheegin. Warkayga si fiican udhegeyso. Laakiin runtaa rabaa inaan ii sheego, waxaan waa duulaan dowladdeennii iyo shacabkeena lagu soo qaaday. Waa duulaan qaawan, laakiin ma fahmi kartiin farmaajo adiga lagu farfiiqa. Farmaajo waa beenlo, farmaajo waa tuug, waa qabiiliista, waa maraxaan, beenaa lagu leeyahay. Dalkan duulaana lagu yahay. Dowladaha aan kuu keenay oo Kenya iyo Imaaraad iyo Sacuudi Carabiya iyo gaalada iyo Shabaab iyo nimankan qaran dumiska ee dalkan tidooda dhacay ayaa duulaan ku ah. Ee ma iska qabanaayo, ma istaagnaayo, dowladdeena ma u istaagnaa, mise dalka waa iibinaa? Soomaali jawaabta aan in ka rabo midaas. Aniga iyadoo leehan jabay oo leexiray oo intii lay wacal leeyay kaali su-aala lagu weydiina kabacdina leehan jabay oo leeyay barnaamax ma qaban kartid, aan u dagaalamayaan leh barnaamax waa qaban karta adiga habartaana maga horisaan karto. Warkayga si fiican udhegeyso, waxaan magaaladan Muqdisho u yimid inaan dowladdayda iyo dadkayga iyo caruurteyda mustaqbalkooda inaysan berita dhihin aabbahayn ma xaaladaanu ku noolan jiray inaysan dhihin. La yidhahdo aabbaha noloshaan ayuu u dhintay sidaan macaanka badan. Warkayga si fiican udhegeyso, Soomaaliya hurdada ka kac, war wax isheysta male, ra-iisul wasaare iyo madaxweyne isma haysto, dalkan waa la haystaa, duulaana lagu yahay, dadaa loo adeegsanaya Cabdiraxmaan Cabdishakuur u horeeyaan, dalkan beecu ku jira. Wallaahi oo billaahi oo tallaahi, magaalada Muqdisho aan jooga inaysan wax siyaasada dalkan iyo dadkaba ay saameynayn. Laakiin meeshana la ka rabo in maskaxdana la ka dilo, saraakiisheena koowaad la cuno, kulanaa la cunay, kii elboorkaa la cunay, Fahadaa la cunay, Farxaanaa beri ku xiga, berina madaxweyne farmaajo laga taqalusay, odowaa iyo xijaab farmaajo ku day. Ujeedka la rabo waa intaas. Ujeedka la rabo ee loo degdeg leeyahay waa intaas, ee aan fadhiga ka kacan, ee dalkan aan daafacin. Dalkan ninkaana ujeedida Soomaaliga waa laga dhex hadlayaa, ninkan Soomaaliga
hadlay waa laga dhaxlayaa dad ku dhex jira dalkeena waa bee lacagtii lagu gedi lahaay oo dhan waa diyaarsiin imaaraadka ii ken yahay waxa eleboorkaas wiilka looga qaaday yarka ee aqoonyahanka ee actifka ee taliyihii nabasuudda eleboorka ee magaalada muqdisho ah waxay ahayd in eleboorkaas la maamusho silsiladan marka maalin walba roobla loogu caayay jasiira aa la xireeyey intaas ogaaday faadiyaasi si aad u takhalusto colonajis iyo waxaa cuntaa kan berihebel cun faahna cun bes oo dhamaada odwaan ku xijeenna xijaara ku xijeenna farmaajina istaaga ugu tegeyna anoo soconnaa laweyna waxaan waa silsilad oo duulaan lagu yahay qarannimadeenni iyo dowladdeenni ciidankeennii la dhisay ee maanta shabaab la dagaalamay ayaa waxaa la rabaa in la yidhahdo ree hebel aa tahay adiga ree hebel aa tahay taliya hebel ree hebel aa tahay adiga abgaal aa tahay adiga abrigidir aa tahay adiga mareexaan aa tahay baba sidaasaa la rabaa taliyayaashii ciidanka ee u dhaartay inay dalkooda maraan ayaa la rabaa in sidii ayaan dhowd magaalada muqdisho ka dhacday waa wareehay wariya abgaaley wariya ay ka dhacday inay ka dhacdaan la rabaa ujeedka loo leeyahayna abgaaley maahe dadaa raba abgaal ma rabaan ilaah waduu sheekh shariif iyo xashiikh abgaal rabaan iyo cadaaban ku dhaanaa maqri baa la joogaa ma rabaan waa been waxaan waxaa la rabaa in iyaka lagu dumiyo in iyaka lagu shaqaysto caruurtoodana ankara iyo turk iyo nairobi inay ay u dhigtaan iskuullo ilme islaameedna waxaa la rabaa qori in loo dhiibo caloosha markay ka dhacdo guruha hoyiisa noqon jirta dalkaana la qaato war indhihiina fura war hurdada ka kaca soomaaliyay masalaad maqriba aada dalkan maqrib waa loo duceeyo ilaahay waxaan ka baryaynaa in ra-iisul wasaarahayna uu ilaahay tawaafiiqda waafajiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa in ra-iisul wasaarahayna uu tanaasul sameeyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ra-iisul wasaarahayna heshiiska loo wado uu qaato uu aqbalo uu qoorqoor ka qaato uu dalka iyo dadka u naxo uu dalka iyo dadka u naxo ayaan ilaahay ka baryaynaa quluubta mucaaradka allah ka soo jeedi rooble quluubta mucaaradka allah ka soo jeedi dowladdiisa iyo dadkiisa iyo madaxweynihiisana allah jeclaysiiso madaxweynihiis iyo dowladdiisana allah jeclaysiiso bal warkeyga si fiican udhegeyso bal he warkeyga si fiican udhegeyso soomaaliya fadhigaa laga kabo haddaan dalka iyo dadka loo istaagin meel xunaan ku soconna ilaahay dalkeena noo badbaadiyo kuwa dagaalka baraha bulshada ka abaabulaya ilaahay beena ka dhigo kuwa qabiilka huranaya been allah ka dhigo ilaahay dowladnimadeenii iyo sharafteenii magaceeni allah noo soo celiyo qabiil dooni mayno qarandumis dooni mayno dowlad la-aan dooni mayno ilaahay dowladdeena noo deysto ilaahay dowladdeeni sharafteedii magaceena noo soo celiyo kuwa maalin walba dowladdeena duulaan ku ah allah nahay qabto kuwa qarankeena duminaya allah nahay qabto kuwa soomaalinimada diidan soomaalinimadooda allah jeclaystido ilaahay tawaafiiqda ha waafajiyo dowladdooda allah jeclaysiisto ilaahay waa awoodaa ilaahay waxba lama ah ilaahu adoon ku baryanaa ilaahu wiilkan soomaaliga ee la qaday dalkiisa jeclaysii ilaahu gaalada duulaanka nagu ah naga sii jeedi ee meel kale u jeedi ilaahuw naga qabo ilaahuw imaaraad iyo kenya iyo gaal oo dhan naga qabo kuwa muqdisho jooga ee soomaalida ee masaakiintaa la qaday ilaahuw dadkeedu jeclaysii ilaahuw quluubtooda soo jeedi ilaahuw qurunka naga saar ilaahuw dagaal iyo xabad iyo qurun daba marno dowlad waarta oo nimcah oo barwaaqale allahna siiyo qarankeennii sharaftiisa allah soo celiyo madaxdeena quluubtooda allah isku soo jeediyo soomaaliya allah isjeclaysiyo cadowga ku dhex jirana allah nay qabto walaaladeen qaldamana waxaan leenahay ma qaldama waa ilaahay soo noqda qarankiinu usoo noqda mucaarad saas maaha oo qarankiisii iyo dadkiisii gadanaya maaha usoo jeesta dadkiina u tanaasula ilaahan ka hoos gelaynaa kuwa dhibaatada nagwada kuwa xabadda hurinaya kuwa dagaalka hurinaya kuwa ciidamo iyo ciidamaha soo socda ra-iisul wasaarihii ciidamo daldalaya ilaahay naga qabto ilaahuw soomaalida quluubtooda isku soo jeedi ilaahuw kuwa raba inay dagaal iyo xabad yuutub wax uga raadsadaana rasaaqad ka qeyr badan allah ayna siiyo mitan ka qeyr badan allah ayna siiyo inaad ummadda dhiiggooda wax ku raadsato waxaa kaa qurux badan inaad wax kale ku raadsato inaad ummad huriso inaad dagaal huriso inaad qabiil huriso inaa maantao dhan waxa aada soo qoriya garbahaga malaa'iga saar waa lagaa qoraya ilaahay u toobad keena dadkiina u nax madaxda soomaaliyeedna waxaan leeyahay uu rooblo ugu horreeyana roobloo dalkan meel dheera laga keenay roobloo ilaahay ka cabso dhaartii aada martay ilaahay yuusku qabadsiin dalkaaga u nax madaxweynahaaga la shaqee madaxweynahaaga daacad u noqo waanwaanta la wada qaado madaxweynahan waa tanaasulay doorasho qofiicood uu ka tanaasulay baarlamaankii laba sanuu ka tanaasulay doorasho dadban uu ogolaaday intaasoo sano madaxweyne farmaajo waa tanaasulay ra-iisul wasaare ilaahay ka cabso mucaaradka iska dhaaf
madaxweynaha u toobadkeen gudoomiyahaaga baarlamaanka la shaqeey madaxtooyadaada si nabada u deganta madaxtooyadaada dadka degan saaxiib la noqo qarankaaga usoo noqo ilaahay waxaan kaaga baryaa inuu tawaafiiqda ku waafaji dowladnimadaada inuu ilaahay ku jeclaysiiyo maanta nin sweden ka yimi oo aan isdhahayay dadkaas uu arkay dadkooda si dalkooda u dhisteen ra-iisul wasaare hormuud ka noqon lahaa dibadiska dalka in la yihahdo maanta ciidamo abaabulaya balaayuu abaabulaya wax kalaa meeshaan ka socdo ciidamo wata badbaado qaranuu magacaabaya babababba ra-iisul wasaare ilaahay ayaan kaa hoosgalna haddaad khayr noo wata allah nagu kaa fajiyo haddaad shar noo wadana allah naga kaa xijaabo ra-iisul wasaare dalkan iyo dadka badbaadi karaba hore waa kuu sheegay aniga weligay kuma ceynayo mana ku ceyn doono ra-iisul wasaare tawaafiiqda allah ku waafajiyo dalkaaga iyo dadkaaga allah ku jeclaysiiyo qabiil iyo qurun allah kaa fogeeyo kuwa qabiilka shaatigiisa kuu gelinayan ilaahay kuuma geli ra-iisul wasaare fariinteeda hadday kusoo gaarto dalkaaga iyo dadkaaga unax dalkan maanta waa boog in la dhiyo u baahan yahay in la kiciyo oo laga niciyo oo siyaasad xunna geliso ra-iisul wasaare maanta maa maanta waxaa rabay in la yihahdo tuulooyin hebad ciidankii qabsaday intaas dowladda maamusha shabaab waa dhammaadeen dalka oo dhan ciidamada dowladda qabsaday berina amisontan nala joogta kuwa xalna joog inaga baxaan aan xalna ka dhigo elaboorka diyaaradahan ka dhigan ra-iisul wasaare rajo fiicanaan leenahay dalkeena rajo fiicanuu leeyay mugdaagin ilaahay u toobadkeen ilaahay usoo noqo dhammaanta waa in salaamayaan haddaad adigu cusubtaha waxaan kaa cusanaya youtubeka meesha kaluu saarayan subscribe saar gamaalka forlegna saar please please asxaabi maqribkii yaa la gaaray salaada maqribna lama sugi karto ilaahay ra-iisul wasaareena ha toobad keeno ilaahay dalkiisa jeclaystiiso ilaahay shacabkiisa hoonaho ra-iisul wasaare ha horin qabiil iyo xabad iyo maanta in lagu yihahdo ra-iisul wasaareya waxaas dhameemi ra-iisul wasaare waxyaabo mustaqbalka aan ku ciyaarta wasiir wasiir dhaarinaya ina lilaahi wainaa ilayhi raajicuun wasiir wasiir dhaarinaya burbur aan ku dhashay weligii maarag ilaa abtinaada weligii maarag baarlama wax dhaariya arki jir laakiin wasiir wasiir dhaarinaya ra-iisul wasaare sharaftaadii magacaaga allah kuu celiy ragaa rabay inay kaaga ciyaaraane annaga waxaan ku leenaa dalkaan iyo dalkaan u shaqey haddii aad dalkan u shaqeynayn u tanaasul ee iska bax waa ku baryaa codsi iga tahay waxaan aniga shaqadayda uga soo tegin xil mahayo lacag ma qaato inaan dalkaygii dadkayga wax u qabto adigana intaasi in ka badan buu kaafinaya dhammaanta waa maasantiin maqribaan aadaya youtubeka meesha kaluu saarayan dhammaantiin 300 hal mar ku yaaca hal mar ku yaaca balada ra-iisul wasaare ugu baaq familigaaga kulaa youtubeka meesha kaluu saaraya subscribe wada saara dhammaantiin youtubeka meesha kale inika iskale aniga meli dhammaantiin waxaynu ka cosanaynaa subscribe saara gamaraanka furta leegna saar dhammaantiin waynu wada salaamaya meel walba aad joogtay waxaan leeyahay guul ku noolaada sharaf ku noolaada maqribaan tukeynaa allah naga aqbalo ducadeyna allah naga aqbalo dhammaantiin waynu wada salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.